رجعنا لكم في موجة صباح. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أنتم الكل اللي خلطتوا علينا توا. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله صباحكم أحلى صباح. كما قلنا اليوم نحكي على عيد المرأة سبيسيال. اليوم ليميسيون بتاعنا كانت عيد المرأة، باش نزيدوا نحكي أكثر وأكثر مع الممثلة اللي معنا توا بالتليفون والفنانة القديرة وحيدة دريدي. عسلامة مدام وحيدة، مرحبا بك معنا على غاديو ميد. عسلامة، مرحبا، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وعيد المرأة زيدا مبروك عليكم الكل. وإنتي زيدا إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله كل عام وإنتي حية بالخير بمناسبة عيد الإضحى وبمناسبة عيد المرأة الزوزة. نهنيك عليهم مدام وحيدة. يعيشك. دونك شنو يعني لك عيد المرأة مدام وحيدة دريدي؟ نحكيه على عيد المرأة أون جينيرال. أنا بطبيعتي نعرف إيه عيد المرأة، ماهوش تريس بوترا، وأنا إحنا عيد المرأة في تونس كل يوم، ماهوش كاين مرأة في العام. على خاطر عبر التاريخ أثبتت المرأة التونسية من أول الدنيا اللي هي جديرة أنه أحيتها كاملة تكون كل يوم عيد. ما ننسيوش حتى مرأة في تونس، ننسي كل قاموا في تونس بالذات، تحس أنه المرأة هي محور البلاد. من الكاهنة البربرية، العليسة، الأروى القيروانية، للنساء اللي خذوا المهن الصعيبة عليهم. أول مرة كانت تونسية، من قيادة الطائرة للطب للتمثيل للإخراج السينمائي، ديما كانت سباقة ومازلت المرأة سباقة. وأنا نحيي كل مرأة تونسية اللي تخدم عاملة يومية في الفلاحة، واللي تخدم في دارها، واللي تخدم في الإعلام، واللي تخدم في كل المجالات. عندهم مواقف يشهد عليها العالم من نساء تونس، ونحب نقول لهم كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير يا ربي. المرأة المثقفة، اليوم نحكي معك خاصة على المرأة المثقفة، وكيفاش تشوف انت مدام وحيدة البوزيسيون بتاعها اليوم؟ هل انه خذيت المكانة اللي تستحقها فريمون اليوم في المجتمع؟ مازلت المرأة تناضل اليوم وغدوة بعد غدوة، خاطر مازلت عندها مجالات لازمها تدخل لها. صعب انه باش تدخلها بسهوله. مازالت المراه المثقفه، مازلنا ما شفناش رئيس حكومه امراه، مازلنا ما شفناش رئيس جمهوريه امراه، مازلنا ما شفناش وزاره معناها من وزارات السياده امراه. مازلنا معناها مازالت تفرقص على مكانتها، لكن الاكيد انه كل اللي خلى تونس دائما في كل مراحلها التاريخيه تقف باقل اضرار هي انه المراه تكون سيده في موقفها. حتى الى الان معناها دائما نحسوا اللي كليبر اللي صاير في تونس السياده نتاعو في يد المراه. بالنسبه لك انت مدام وحيده دريدي، كيفاش تحتفل بنهار اليوم؟ كيفاش تحتفل بعيد المراه؟ أنا نحتفل بعيد المرأة كل يوم. كيفاش؟ احكي لي. معناها أنا بحكم مهنتي في قطاع الثقافة، وديما بالنسبة لي أنا في الثقافة المرأة مكانتها متميزة. دونك دائما ضيفاتي من النساء، دائما المشاركات معايا في المجال الثقافي من النساء. كل يوم نحتفل بامرأة من نساء هذوما، كل يوم نحتفل بوحدة من زميلات في قطاع المسرح أو الموسيقى أو السينما. كل يوم نعتبر عيد من أعيادها. نحتفل بالموظفين زميلاتي في وزارة الثقافة اللي هما يتجراوا باش ينوروا الثقافة. دونك بالنسبة لي أنا كل يوم عيد عندهم. نحتفل بأمي نقولها يعطيك الصحة ونقولها كل يوم عيدك مبروك. كي نسمع صوتك أنت وصوت كل المنافسات على راديو ميد، نقول لهم كل يوم رانا نحتفل بكم، وكل يوم رانا نحبوا أصواتكم، وكل يوم نحبوا تدخلاتكم. معناها راكم كل يوم عندكم عيد. وحنا زيدا نحبوك برشا برشا مدام وحيدة دريدي، وانت تعرف انت من النساء اللي اثبت مكانتك واثبت معناها البوزيشن تاعك في المشهد الثقافي اون جينيرال. شفناك في برشا بلايس، شفناك تشغل في مهام كبيرة. دونك ما نجمو نقولو كان يعطيك الصحة وبرافو، وهذا تكريم ليك اليوم بعيد المرأة. ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير، وان شاء الله انسى الكل تمشي على المنوال اللي مشيت عليه وحيدة دريدي زادة. ربي يفضلكم وربي يعزكم، وان شاء الله ربي ديما منورين، وكل يوم عيدكم عيد، وكل يوم انتم احسن نساء في العالم، وكل يوم انتم اجدر نساء في العالم. نساء تونس الاجدر في كل العالم مهما كانت لي كونتينون، يعني سواء كان على الصعيد العربي ولا على الصعيد الاوروبي ولا على اي صعيد موجود في العالم،
نساء تونس نساء ونصف بالحق. فوالا كلمتك الأخيرة مدام وحيدة نحبها تكون موجهة للنساء اللي تقول لك ليه انا ما نجمش، انا ما بكشي ما نخلطش، علاش معناها ديما تلقاها ايزيتون تكية شوية. نحب كلمة الكلمة الأخيرة تكون موجهة للصنف هذايا من النساء، شنو نجمو نقولوا لهم اليوم؟ انا نحب نقول اي امراه مهما كانت المستوى نتاع الدراسه نتاعها، نقولها اقف وحدك بينك وبين روحك وثبت. شكون اللي ربي عطاهم انهم يحملوا اطفالهم 9 شهور ويتحملوا هذا الكل حتى يوصلوهم للحياه؟ شكون اللي مكلف بتربية الأطفال هذوما باش يخرجوا ناس أكفاء في كل مجالات؟ شكون اللي دافع على العلم نتاعها وعمرها ما خلاته يتيح حتى دقيقة؟ شكون المرأة اللي كل ما تتعدى تحس انه تونس كاملة تنور؟ راهو صحيح كل واحد في مجاله اول ما يمشي يعثر عشرة واثنين وثلاثة ويقول امبوسيبل احنا باش نوصل، نحكي ديما عن ذا. تقول انا ما عنديش سند، تقول انا ما همش عاطين فيها ثقة، تقول انا كي نمشي للبوست هذاك ممكن ما يعطونيش التصويت نتاعهم. انا نحب نقول لكم راهو انسى من عند ربي هما الأذكى هما الأجدر هما الأكثر صبرا هما الأكثر تحملا. راهو العشرة الأولى والثانية والثالثة مش معناها أنك ماكش باش توصل، راهو لازم أكيد توصل. وراهو تونس كاملة معاملة على المرأة، المرأة هي محور الوطن، المرأة هي حامية الوطن مع كل الاحترام اللي طبعا للرجال والتحية لهم. لكن ديما نقول الأمل أنا شخصيا موقفي الأمل دي منحطها في المرأة الإنسانية ونقول لهم رد بالكم تأيسوا إنسانية. أراه صحيح إثنية ما هيش سهلة لكن تعودنا إحنا في تونس كل امرأة تاخذ إثنية بكل التعب وبكل الحرص وبكل الصبر وبكل التمسك. والأكيد إنه إحنا ديما كنا الأجدر، وكما كنت قبيلة قلت راهو هذيك الأخباش خلينا المشعل في أول قائدة للطيارات وأول امرأة طبيبة وأول وزيرة وأول نساء تشد في الإعلام مراكز المديرات وأول نساء ديما تشق العالم في بوست عمره ما خذيته نساء لا في أوروبا ولا في الوطن العربي. فلاش نحيي نساء تونس ونقول لهم تمسكوا بالأحلام نتاعكم، الأكيد إنكم باش توصلوا وراكم فكيتوا حد معطاكم مزية فكيتوا بالكفاءة نتاعكم بالجدارة نتاعكم بالثقافة نتاعكم بالتكوين نتاعكم. تحية ليكم في العيد اليوم ونحب نقول لكم راني ديما فخورة بكل مرأة تونسية حاملة الجنسية التونسية في كل مطارات العالم في كل بلدان العالم وفي تونس خاصة. فوالا ونحن أكيد فخورين بهم الكل وفخورين بك أنت زادة مدام وحيدة دريدي، مرحبا بك معنا وشكرا على تلبية الدعوة اليوم. يا عايشة كل عام وانت حية بألف خير. شكرا لك مدام وحيدة دريدي، كنت معنا مباشرة الممثلة وحكينا مع بعضنا على عيد المرأة. راجعين معكم نحن بعد شوية، الموسيقى مازالت تستنى فيكم، نخليكم مع